اللهم اصفح لي، اصفح لي انا الخاطئ، اصفح عني انا الخاطئ. Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. بسم الاب والابن والقدس امين. اخواتي اليوم بهالاحد المبارك يسوع بده يعلمنا درس مهم بالتواضع، مش من خلال قديسين، من خلال انسان خاطئ عشر هائل. وهيدي اليوم اخوتي بنركز على خطيه مهمه بحياه البشر يلي خربت حياه الانسان منذ الخلق لهلا. الخطيه هي الكبرياء يلي ما في بي من اباء الكنيسه الا ما حكي عن الخطيه العظيمه المميته يلي بتقتل الانسان وبتحطمه نهائيا. مش بس تقتله بالموت الجسدي، انما بسموه بالحياه الكنسيه اللي هو دي الموت الثاني، يعني الموت يلي بيودينا لجهنم، يلي بيودينا للحياه الابديه بالعذاب. هي خطيه الكبرياء يلي مار اغسطينوس بيحكي عنها انه ذات للانسان بيخطئ الخطيه، يعني بيعتبر حاله بطريقه منحرفه انه هو الله، انا الله، والشيطان خطيته الكبيره كانت هيك، انا الله. ومار ميخائيل بيقول من مثل الله، مار ميخائيل هي الكلمه ميخائيل، من مثل الله؟ مين مثل الله؟ مينك انت يا انسان؟ هالخطية إخوتي خسرتنا مجد السماء، خسرتنا طهارتنا الأصلية، خسرتنا صورة الله اللي فينا، صورة هالالله الرحوم الغفور المتواضع الرائع، شوهت كل شيء فيه. وما زالت هالخطية لحديث اليوم تشوه الإنسان وتشوه حياة الإنسان، لازالت حتى اليوم وتعرقل مسيرة رجوعه إلى هالملكوت، بتعرقل له مسيرة رجوعه للملكوت يلي فتح لنا إياها يرجع مسيح. مسيح فتح لنا مسيرة الرجوع، فتح لنا إياها بالتواضع، أخلى مجد السماوي كلها وتجسد تيعلمنا الحب والتواضع والرحمة، ويعلمنا إنه ما فيكم ترجعوا لا حالتكم الأصلية بالملكوت إلا بالتواضع. هالخطية الكبرياء بتصير خطيرة جدا. أي متى؟ ساعة اللي نحن المسيحيين المعمدين بالمسيح نعتبر حالنا شو يا با قصة كبيرة، وبس نشوف لنا شي خاطئ أو شي حدا هيك أو شي خوري عم يعمل خطية أو شي، شو بعرفني شو بيصير فينا؟ ليك انا يا رب بصوم وبصلي وبحافظ على وصاياك وبجي على الكنيسة وبقدس، ليك هيدا التعيس، ليك هيدا الحقير، انا كبلش نحقر بالناس. يا ما في اليوم مسيحية بلبنان بعيشوا هالخطية العظيمة، بحقروا بهالبشرية، بحقروا بهالكهنة، بحقروا بهالطريق. واليوم اكيد عم تسمعوا على التلفزيونات انه واحد كان نص ابوستوليك قديما صار من هالتراديشناليست وعم يتهم البابا. شو هالقصه هيدي؟ شو هالوضع هيدا اللي وصلنا له؟ كله هيدا من الشيطان، من خطيه الكبرياء اخواتي، كله من الشيطان وخطيه الكبرياء اللي بده يقصم الكنيسه، اللي بده يفرق اعضاء الكنيسه عن بعض البعض. كل ما بتسمعوا حدا عم بحارب الكهنة، عم بحارب المطرين، عم بحارب الكنيسة، وعم بحارب اخوته المسيحيين معمدين بالمسيح بكلمات نابية، كمان بده يزب بيض، بده يزب بندورة، شو هالموضوع هيدا؟ شو هيدا؟ هي عم بيدافع عن العذراء والعذراء تحت الصليب، عم بتشوف ابنها عم بيموت، كانت عم بتزب بيض وحجار وبندورة على اليهود، ولا كانت عم بتصلي من اجل توبه الخطا؟ نحن خطيتنا الكبرى
خطية الكبرياء اللي قصمت الكنيسة، يلي شرزمت أبناء الكنيسة، يلي عم بتشرزمنا وعم بتقطعنا، ويلي عم بتخلينا نخطي ونعيش بالخطية المميتة، خطية شو بك؟ خطية الكبرياء، نبع 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 من الخطايا. كل خطايانا اللي بنعملها إخوتي من خطية كبرياء. إذا أنا بهين إنسان بسبله أنا متكبر، لأنه بدي احتقره، بدي احتقره تا أنا بين أحسن. بفكر هيك أنا، بس هي بالعكس بتصير. واحد بيسب بيحقر ذاته، وأنا بس عصب وبلش عيط وصرخ وشب كمان بدي بين ذاتي أنا متكبر، وأنا بس أسرق كمان يقول ليش هذا معه مصاري كتير، أنا اللي بدي أخذ المصاري، وبس أعمل شي شغلة منيحة وبلش أحكي عنها بتطالع بالناس بالرايح بالجاي كمان. شو أنت اللي عملته؟ هذا الخير اللي عملته الله عمله فيك، الله عمله فيك. إخوتي كل أنواع خطايانا نبع الكبر، نبع الكبر. هيدي قصة خبرتها بتشوفوها بالبيوتان بالفرنسي pour les francophones, j'ai raconté une anecdote, une petite anecdote qui illustre la grandeur, le malheur, les fruits du malheur de ce péché mortel, l'orgueil. واحد ماشي حامل كيسة تقيل على ظهره وقلب قلب بهو كبير وشانسه حلو تلقط بشجرة أو قالب بالنزلة تلقط بشجرة والإيد الثانية ملقطة بالكيس بعدها الكيس الكبرياء هيدا بيسموه. واحد تاني اجا مدله حبلة قال له يا ابني اطلع، ما كانش يترك الكيس الثقيل من ايده تيهدي بالحبلة تيخلص، بعدين تعب ومات وقلب ومات. رجعوا نزلوا فتشوا بالكيس لقيوا 3 غراض مهمين، مراية وخزنة وتياب مرتبة هيك سنين مع كل الاكسسوار تبع هذا التياب. هيدي هي خطية كيس الكبرياء اللي بنطلع منين وحمله هذا الثقيل علينا. المراية اللي هي بنشوف حالنا فيها، شو يا بابا انا انسان، انا الله، كل الباقي خس وانا بس القصة كلها، كل الباقي عبيد، انا اللي بفهم، كل الباقي ما بيفهم. يا ما في كهني مثلي هيك اللي هن مثلي بيقلبوا بخطية الكبرياء كتير، نحن الكهنة هيك أنا بفهم وكل الناس ما بتفهم، عش نسمع بيسدوا كل حياتنا، بيسد كل شيء على العالم. هيدي مهمة كمان، هالكفر هيدي من الخزنة، المصاري، عبادة المال، كله من الكبرياء يا إخوتي، كله عبادة المال. كلنا قديش على عبادة المال بتخلينا نكون عبيد، عبيد لناس كتيرة ومنمسح جوخ والبنت تكون ياتا نربح شوية مصاري فنحطهم بالإجة والبنك ومتوصف معنا مصاري كتير وقصة كبيرة. كلنا من الكبر يا إخوتي، بجمع مصاري ما بيعود عنده نعمة الرحمة بقلبه يتطلع على خيو الإنسان، تلاقيه معه مصاري قديش هيك بيجي إذا في أسلاف عطيك بيعطيه أنا سنتيم، أو مرقة الكنيسة مرقة الصينية بالكنيسة بيحط دي سنتيم، هو حاطط شي 100 أورو بالفاكانس. مهمة هي إخوتي فكروا فيها، كله محبة المصاري بتبين بأمور كتير صغيرة وبسيطة بحياة الإنسان. بعدين إخوتي كمان الثياب الضخمة هالأوتوريتي بوفوار، هيك بدي يكون أنا بلبس أحلى ثياب تيصير عندي بوفوار والناس تطلع فيي أنا سينيين. يا ما في ناس بقلن تلبسوا ثياب اوقات اغلى منكن، اغلى من قلبك، ثيابك اغلى منك. هي مهمة، هل يا ترى ثيابي اغلى مني؟ اغلى من حياتي؟ اغلى من قيمتي انا الشخصية اللي بعيشها كل يوم؟ هيدي السؤال اسألوا لذاتكم، وهيك بسألوا انا لذاتي كمان. انا بلبس ثياب المسيح كمان، بسأل خوري بيلبس ثياب المسيح مجد المسيح، هل يا ترى انا ادعى الثياب هيدي؟ بفحص ضميري. صلوا اخوتي ربنا يلغي هالخطية البشعة من قلوب الناس، خاصة المسيحية، خاصة المعمدين باسم المسيح، يلغيها بالمرة. صلوا صلوا
تلغيها من قلوبكم، من عيالكم، من اولادكم، من كل كهنتنا ومطارينا وبطاركتنا وكل البابا وكل الدنيا يعيشوا تواضع. تخيلوا البابا عظيم ترك كل شيء يعيش تواضع. تواضع بابا في يعيش باحلى اوضه بالفاتيكان، في يلبس احلى ثياب، عيش باوضه صغيره ببط حقير. شو هيدا؟ هيدا التواضع الحقيقي اللي لازم تتمثل فيه بالحياه. صلوا اخوتي تهالكنيسه تكنيستنا ما يكون فيها كبرياء. اعترفوا، فوتوا على كرسي الاعتراف، زدوا هالتقل الكبير، تقل الكبرياء، خلوا ينمحى برحمه الله، واحملوا كيس المسيح، تقل المسيح. تعالوا الي يا ثقيلي الاحمال وانا اريحكم، احملوا نيري لان نيري خفيف وحملي خفيف. احملوا المسيح بتطيروا فيه، بتطيروا بالسعاده وبالقداسه. احملوا الانجيل يلي هو بخليكم تكونوا بالفعل قديسين بهالدنيا. احملوا الارمان بقلوبكم لتكونوا بالفعل عم تتغذوا، لتكونوا اولاد السماء مش اولاد وحل الارض وجية الارض. هيدا الاساس اللي لازم نغتني فيه لقلوبنا مش غير شيء. Frères et sœurs, aujourd'hui j'ai parlé de l'orgueil, ce péché mortel qui nous a vraiment fait perdre le ciel et le royaume de Dieu. Et il nous a fait perdre vraiment notre pureté originelle. Nous allons prier de tout notre cœur à notre Dieu, à sa miséricorde, afin qu'il nous débarrasse de ce péché mortel dans notre vie. Le péché mortel de cette adoration de l'argent qui émane de l'orgueil. De l'amour du pouvoir aussi qui émane de l'orgueil et de l'amour des apparences extérieures. On est là pour vivre avec des apparences. Non, l'orgueil, c'est un péché mortel qui nous tue, toutes et tous sans exception. Et il continue à bloquer notre chemin de retour au royaume des cieux. Essayez, chers frères et sœurs, de vous débarrasser de ce lourd sac de l'orgueil dans notre vie et portez sur vous le joug léger de notre Seigneur Jésus-Christ, le joug de la parole de Dieu, le joug du Saint-Sacrement. Essayez de vivre vraiment dans cette spiritualité humble de notre Seigneur, cette personne qui a quitté toute sa gloire céleste pour nous sauver et pour nous, pour ouvrir pour nous cette porte de retour au royaume des cieux. Et cette spiritualité doit être vraiment baignée dans l'humilité, baignée dans l'amour et la miséricorde. Pas comme le pharisien qui était en train de prier, comme il se considère comme Dieu, et il insultait, il haïssait, bien sûr, le publicain, le pécheur. Nous sommes là pour prier pour notre réconciliation avec Dieu et pour la réconciliation de tous les péchés du monde entier, de tous ceux qui et celles qui ont été égarés de notre Église. Notre mission première, c'est de prier pour que tout le monde, sans aucune exception, retourne à cette pureté originelle. C'est par la prière, par la pénitence, par l'humilité que nous allons gagner ce royaume éternel, ce bonheur éternel, cette paix éternelle auprès du Seigneur. Amen. Donc, mais lui, il est moi.